عزيزتي الزميلة فاتن حمامة وعزيزتي الزميلة سعاد حسني، الحقيقة أنا كنت هبعت جواب مستقل لك يا فاتن باعتبارك سيدة الشاشة العربية، وجواب تاني لك يا سعاد باعتبارك نجمة الشاشة العربية. وبعدين لما فكرت في اللي أنا عايز أقوله لكم اكتشفت إن أنا ما عنديش كلام سر أقوله في جواب وأخبيه في التاني، بالعكس حسيت إن أنا عندي معنى مهم عايز أقوله لكم أنتوا الاتنين في جواب واحد مع بعض. علشان كده قررت إن جوابي يكون لكم أنتم الاتنين، لأنه نفس الكلام اللي هيكون في الجواب ده هو اللي هيكون في الجواب ده. أنا عايز أقول إن في جو مش كويس ابتدى يبقى موجود بينك يا فاتن أنتي وسعاد، جو مليان حساسية ومقارنة، ومش عايز أقول يمكن يكون فيه حرب خفية كمان متبادلة بين فاتن حمامة وسعاد حسني. حساسية ليه؟ مقارنة ليه؟ حرب ليه؟ إنه يبقى فيه منافسة؟ طبعا لازم يكون فيه منافسة بين كل فنان وفنان، منافسة شريفة مش حرب. وعلى كل حال فاتن حمامة حاجة وسعاد حسني حاجة، فاتن نوع وسعاد نوع، فاتن دلوقتي بتمثل شخصيات وسعاد بتمثل شخصيات تانية مختلفة خالص. أنا نفسي أقرأ في الصحافة أخبار عن أعمالكم وأفلامكم الجديدة، مش عايز أخبار عن خلافات بينكم أو صراع على مخرجين أو حرب على قصة جديدة أو فيلم جديد كل واحدة منكم عايزة تمثله بدل التانية. القصص كتيرة والمخرجين كتار والأفلام كتيرة، والأهم من كده إن الحاجات الحلوة اللي ممكن تطلع منكم أكتر وأكتر وأكتر. أنا بكتب لكم باعتباركم أكبر نجمتين سينما في بلدي وفي العالم العربي كله. نفسي إن ما تبقاش دي صورة الفنان، وإذا كانت الحاجات اللي بنقراها وبنسمعها مختلقة عليكم يبقى لازم وواجب عليكم انتم الاتنين انكم توقفوها حتى ولو بالقانون. يا فاتن يا سعاد، حبوا بعض وحبوا السينما علشان السينما تفضل تحبكم والناس كمان تفضل تحبكم.